خالد؟ كده يا ملك؟ تسيبيني وتهربي؟ هو انت جيت امتى؟ لسه واصل من ساعتين، يا دوب عملت تشيك ان في الاوتيل ورميت شنطي وجيت لك على طول. ممكن بقى تفهميني ازاي تيجي هنا لوحدك وانت عارفه ان ممكن يحصل لك مشكله؟ محدش حس بيا اصلا انا هنا. وبعدين انا سالت على موضوع اياد، طلع مفيش حاجه من اللي هو قالها دي خالص. طب الحمد لله. وحشتيني. انت كمان. ايه؟ لا ولا حاجه. ايه ده؟ اتجوزينا بقى. دي لا دي ولا ايه؟ تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.